سلمى، يمكن مع انتشار جائحة كورونا اللي بتستهدف مناعة الجسم للأسف عم نشوف كثير من الناس ما التزمت بالقواعد الصحية الأساسية وهي عدم التدخين أو تخفيف التدخين، وانتشار يمكن الأرجيلة بالفترة الأخيرة عند الشباب، وعم نتفاجأ بأعمار يمكن كثير صغيرة بشكل مستمر وقدام أهاليهم للأسف. خلينا يمكن نعرف أكثر عن مخاطر التدخين والأرجيلة بزمن كورونا. هذا الشيء رح تجاوبنا عليه ضيفتنا الكيميائية براءة حداد. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك استاذه براء. يعني بدايه كثير عالم بتتخوف من الارجيله بشكل عام بالاوقات العاديه باعتبارها دخان مركز. بتوقع المعلومه كانوا يقولوا نفس الارجيله قد 20 سيجاره، يعني قد باكيت دخان كامل. فليش في تخوف اكبر غير انه هو بيفقد المناعه من انه هو ممكن يكون ناقل لفيروس كورونا؟ يسعد صباحكم. للأسف مثل ما كنا عم نحكي تحت الهواء، بعدها مستمرة جائحة كورونا بالعالم. للأسف عم نربطها بأي شيء حوالينا، بالأكل بالشرب، ما بالكم إذا كان عنا أكبر شريحة يمكن هلأ صار بالمجتمع هي المدخنين، سواء كان للتبغ دخان أو للشيشة اللي بنسميها نحن الأرجيلة. طبعا يمكن كتار من الناس ما بيحبوا الدخان، بس بيقولك أنا بس بأرجل، ما في هون صار في مضاعفة أكثر للضرر. صحيح. لأنه للأسف الناس ما كتير بتعرف شو يعني الأرجيلة وشو بينتج من احتراق هذا النفس الأرجيلة اللي نحن بنسميه مادة المعسل أو التبغ المركز أو ما يدعى بالعامية التمباك. تمام. الأرجيلة للأسف عدا عن أنه ممكن الإنسان يتناولها لحاله، لكن في حواليه بيئة كاملة هي عم تتضرر منه. كمان نقطة تانية بالأرجيلة هي عبارة عن نشاطات اجتماعية، يعني اليوم أي حدا موجود ببيته في حدا بده يشاركه بهي الأرجيلة، لأنه للأسف الأرجيلة هي عبارة عن فوهة واحدة والخرطوم الواحد، فعم تنتقل من شخص للتاني. نحن ممكن ما بننتبه لهي القصص، أو بالأحرى الناس بتعرف بس ما عادت عرفانة شلون بدها تتخلص من العادة، وما عادت عرفانة إنه أنا شو هو الضرر الحقيقي منها، يا ترى الدخان أكثر أم الأرجيلة؟ قولا واحدا هي الأرجيلة، الأرجيلة هي اللي أكثر ضرر. اليوم مع جائحة كورونا شلون أنا بدي أحمي حالي منها؟ أكيد التخفيف قدر الإمكان، ولما بدك تشربها بدك تشربها ببيتك لوحدك، تكون هي لإلك لحالك، والتخفيف قدر الإمكان من عدد مرات التدخين الأرجيلة. يعني في كتير عالم طول ما أنا قاعدة بالبيت عم بتأرجل تأرجل تأرجل، بس هي حتى أنه مثلا يلتزم بأنه هي الأرجيلة لحاله ويدخن فيها، بس حتى المحيط لما ياخذ نفس الأرجيلة ويطلع الدخان كمان هو بيأثر على المحيط والناس اللي حواليه من العيلة، لأنه بتلاقيهم بيجتمعوا مش شخص واحد، يعني تلاقي 20-30 شخص العيلة كلها مجتمعين، يعني لو حتى التزموا بهي النقاط هو بالنفس عم ياخذ نفس ويرجع يزيدته ويعطي النفس ويعطيه للي مقابله مع هي الدخان. طب كمان هي بتأثر، ما بالك إذا هو مريض معناها. تمام. عدا عن هيك الأمراض اللي بتسببها الأرجيلة اليوم هي من أكثر الأمراض الشائعة، أول شيء السرطانات، ثانيا أمراض الربو، الجهاز التنفسي، عدا عن الصداع يلي بتعمله. أكيد نحن مالنا مع، اكيد نحن ضد 100% ان كانت بالبيت او ان كانت خارج المنزل. هلا خارج المنزل وزاره الصحه عملت ضبط كثير كبير لموضوع الارجيله. تماما اكيد. طيب كمان في عالم بتسال انه الدخان هلا بهذا الوقت كمان قديش له اثار، يعني مو بس الارجيله والدخان بالعموم، وخصوصا انه الدخان ما زال الشخص بيقدر يدخن حتى وهو ماشي بالشارع بيقدر يدخن. صحيح. وبيقول لك انا قاعد بمكان مفتوح ما عم اثر على العالم، ولكن هذا الشيء قديه رح ياثر هلا بشكل كبير، وخصوصا مثلا الارجيله بيقولوا انه اذا انا عقمت او جبت بربيش صحي ينتقل الفيروس، ولكن الدخان كمان هو فيه بمتناول يد نشاط الشخص. فردي. تماما. الدخان نحن بنعتبره يمكن من اقدم الوسائل اللي الانسان بيرفه فيها عن نفسه. اليوم انا لما بدي اجي ادخن اكيد انا بكون بحاجه للنيكوتين. دائما نحن بنربط السيجاره تبعنا يعني كمجتمع او خلينا نقول كناس بتشتغل بتطلع بتفوت، بنربطها بشيء اسمه الرواء، الهدوء، انه انا بحاجه للنيكوتين لفرغ عن جسمي، بحاجه لحتى شيء يهديني ويروقني. الدخان خلينا نحكي اولا اذا انا عم دخن فانا عم اثر على حالي
حالي اولا واخرا. ثانيا اذا كان حوالي عالم خاصه الاطفال فانا عملت لهم شغله نحن بنسميها المدخن السلبي، سواء كانوا الاطفال او اهل البيت اللي موجودين حوالي اللي هن افراد الاسره. فالفكره اللي بدي اوصلها الدخان من اذا بدي اعتبره انا كنبات نحن موجود عنا معروفه سوريا بزراعه التبغ، لكن نحن وقت اللي بدنا نصنع هي السيجاره انا بدي اضيف لها مواد تساعد على الاحتراق، في عنا ماده القطران اللي بتنضاف له، كلياتها هي مواد لحتى تصير السيجاره سريعه الاشتعال. ممكن معدل السيجاره بتقعد بالايدين من دقيقتين لثلاثه، ممكن الارجيله لا، بنشوف نحن هذا قعده الارجيله بتداوم لخمس ساعات احيانا، احيانا ساعتين، فشوفي الفرق بمعدل الاستنشاق وعدد مرات السحب، كم مرة أنا ممكن أخذ سجاير خلال ساعة وكم مرة ممكن أنا أخذ أرجيلة. أكيد إذا بدي وازن بيناتهم هو الفرق كتير كبير. معدل استنشاق الأرجيلة أكبر، عملية الاحتراق اللي ناتجة من الأرجيلة أكبر، عملية الاحتراق اللي ناتجة من السيجارة بتبقى كتير أخف، حتى معدل النيكوتين والقطران كتير أخف، وحادي أكسيد الكربون اللي عم يطلع من السيجارة أخف، لكن بنعتبره كمادة نحن عم نستنشقها وتدخل جوا جسمنا، هي المادة الأولى المسببة سرطانات الرئة. صحيح. أمراض الربو. بأول فترات الكورونا حذرت منظمة الصحة أنه المدخنين يخففوا، طبعا لحد الآن في دراسة عشان موضوع النيكوتين إذا هو فعلا مضر ولا هو فعلا صحي أثناء جائحة كورونا. بس يمكن أشرتي لنقطة كتير مهمة، قديش فعلا في مضار للتدخين والمشكلة حتى والأرجيل الأهل والناس بعد ما عم تاخد فيها، ويمكن الإيجابية الوحيدة لارتفاع الأسعار هي خففت من التدخين والأرجيلة لأنه صارت أسعارها كتير غالية. خلينا نحكي، أشرتي لنقطة كتير كمان مهمة هي مضار الأرجيلة على الأطفال. كتير بنسمع عن الأهالي مثلا أنه هي هالمرة اللي بنأرجل خليه يستنشق، في ناس بتقلك لا بقوي المناعة خليه يتعود من هلأ. يتعود صحيح. في معلومات خاطئة ومخيفة للأسف بخصوص هيدا الموضوع، مضار الأرجيلة والتدخين على الأطفال لو مرة واحدة إن شاء الله بالسنة. تمام. هو طفل صغير عنده رئة صغيرة نظيفة، ليه لحتى أساسا أزية على بكير؟ صحيح. الأرجيلة خليني أحكي عنها بشوي موضوع مطول. أول لما نحن بنقعد بقعدات الأرجيلة سواء بالمنزل أو بأي مكان عام، الدخنة اللي بتطلع نحن بنسميها هباب الفحم أو أحادي أكسيد الكربون، من أكثر الغازات ضارة على الجسم. يعني لحد الآن في دراسات جديدة على أحادي أكسيد الكربون شو بيعمل ضرر للجسم. خليني رتبهم، الضرر الأول أحادي أكسيد الكربون بيتحد مع هيموغلوبين الدم بيشكل لي مادة اسمها كربوكسي هيموغلوبين الدم، بتمنع نقل الأكسجين إلى الرئتين ومنه إلى الأنسجة والخلايا، معناتها أنا عطلت عملية التنفس. هي أول نقطة. تاني شغلة، بوقت البيض ازداد تركيز أحادي أكسيد الكربون بالدم بيسبب لي الصداع، بتلاقي مثلا اللي عم بيأرجل فجأة بحس حاله كتير متوتر، بتلاقي في رشفة بالإيدين، بحس صار وجهه عم يتغير اللون، لون وردي زهري الألوان حسب نحن طبيعة الجسم. عدا عن هيك الوهن الضعف، بحس حاله ما نو قادر يمشي، الغثيان والإقياء. مجرد ما طلعت نسبة تركيز أحادي أكسيد الكربون نحن بدنا نحس بهذا التعب والوهن. النقطة الثانية، الجو اللي محيط حوالينا عدا عن الغاز اللي طلع موجود، أنا في عندي غازات ثانية ناتجة من احتراق التمباك أو بنسميه نحن معسل. المعسل يا جماعة صح هو ورق الدخان الطبيعي، لكن أنا ضايفت له جليسيرين ملونات، ضايفين له مواد مساعدة على الاحتراق. تماما. فأنا بدي أحكي هاي الفحمة عم بتسبب بهذا الاحتراق الجزئي نحن بنسميه، سببت أولا تصاعد غاز أحادي أكسيد الكربون، ثانيا المكونات الموجودة بالتبغ هي أكاسيد الغازات اللي نحن هي عبارة عن غازات الأزوت، غازات الكبريت، في عندي مادة القطران، مادة النيكوتين، يعني أكثر من 4000 مركب بينتج من احتراق التبغ أو بنسميه نحن المعسل. تمام. النقطة الثانية، الروائح اللي بتطلع، الريحة اللي بيتركها على التياب. هلا كتار بيقولوا لي لا الأرجيلة ما بتترك ريحة على الإيدين وعلى التياب مثل ما بيترك الدخان، كله له أثر، لكن نحن في فرق بحاسة الشم من إنسان للتاني، في فرق بمعدل الاستنشاق، في فرق بكمية التبغ اللي أنا حاططها بالأرجيلة ونوع التبغ اللي أنا عم دخنه من السيجارة. هو استنشاق هي تماما، يعني كل الدخان والريحة والتفاعل الفحم مع
كلها امور سلبيه. نسب هي عباره صحيح. عن نسب تماما أكيد. نسب النيكوتين والقطران والغازات المتصاعده من احتراق السيجاره وحسب نوعيه هي السيجاره نحن بنعرف اكيد يلي بيدخنوا اكيد بيعرف ال 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 نحن اليوم امام تنوع خيالي وكبير جدا صح. للدخان الموجود زائد التنوع الكبير للمعسل الموجود عندي بالبلد للاسف الغش الموجود انا اذا بدي احكي على موضوع الغش نحن بالمعسل اللي احنا حكينا انه هو ورق دخان العيدان الموجودة بورق الدخان هذا للأسف عم يدخل بالمعسل هذا نحن بنسميه شارة الخشب احتراقه جدا صعب بينتج عنا كمية كتير كبيرة من هباب الفحم أو أحادي أكسيد الكربون لذلك لما منأرجل منقول أول شيء كونوا حريصين على التهوية ما حدا يأرجل خاصة بالشتوية بتلاقي الناس عم بتأرجل جنب الصوبيا عدا عن الاحتراق الموجود بالصوبيا الصوبية المازوت أو الصوبيا الكهربائية بتلاقيهم مسكرين الشبابيك يعني أنا عملت اختناق كامل أنا ما عاد أمنت الأكسجين اللازم لعمل الرئتين لذلك من نحس بهذا الصداع وبهذا التعب ننتبه للتهوية دائما نحرص كل الحرص طالما موجود أطفال الأهالي إذا كبار شوي بالعمر نكون حريصين من أرجل قدامهم من دخن قدامهم لأن المتضرر الأكبر هن الأطفال والناس الكبار بالعمر نعم. كمان دكتورة يعني خلال هذا الوقت عم بنشوف الأرجيلة الإلكترونية في ناس كتير عم بيقولوا أنه هي أخف ومضارة أقل حقيقة هاي المعلومة باعتبار حتى يعني المعسل اللي بيكون بالأرجيلة الإلكترونية هو سائل فما فيه لا احتراق ولا في فحم ولا في شيء هو دارة كهربائية عم تنتج الهواء مدى صحة هذا الموضوع خصوصا انه في ناس بيوصفوها لتبطيل الدخان انه دخن أرجيلة إلكترونية شوي شوي بتبطل الأرجيلة العادية او الدخان وبتبطل كل شيء صحيح اليوم إذا بدنا نحكي على عدد المدخنين بالعالم تجاوز 1.5 مليار في ناس عنا بالمجتمع نحن قابلناه هون طبعا شريحة منهم أصدقائنا في ناس أبدا ما بتهوى الدخان إنه إله مساوئ ومضار وروائح ما بتهوى الأرجيلة بيعرفوا مضارة لكن لجأوا لسجائر إلكترونية وأرجيلة إلكترونية طبعا الحافز الأكبر هو يمكن الشركات اللي طلعت هاي القصة نوع من الماركتينج والتسويق العالمي صار لإله الأشكال الحلوة وخلينا نقول غلاء الأسعار في ناس بتهوى هاي القصة أني أنا استحوذ هيك شغلة غالية لكن صحية غالية لكن هي أكيد إلى مضار وللأسف الناس أخذتها مفكرتها أنه تلغي السيجارة أو تلغي الأرجيلة لا هي لا ألغت السيجارة ولا ألغت الأرجيلة هاي السائل اللي أنا عم اللي حضرتك تفضلتي وحكيتي عنه أنه هو بينضاف للأرجيلة الإلكترونية هذا السائل من شو محضر في ناس حكت أنه خالي من النيكوتين لا في الشريحة الأكبر يلي اشترت هذا السائل كان موجود في النيكوتين والقطران زائد الريحة الحلوة يعني أنا اليوم بدي أعمل أرجيلة على شوكولا على نعنى على فانيليا حسب ما أنا شو هي كلها مغريات أساساً جدا صحيح. الريحة اللون كلها هاي بتحفز الذاكرة وإرادتنا لحتى نحن نستحوذهم مثل ما تفضلت الاحتراق أكيد أنا ما بشغل عن طريق الداحة أو عن طريق فحم لكن في عملية احتراق عن طريق البطارية أمنت هذا البخار المائي اللي بيطلع هو أكيد محمل بنسبة من أحادي أكسيد الكربون وبنسبة من النيكوتين أكيد أقل من الشيشة أو الأرجيلة لأنه إذا بدي أعمل تناسب بيناتهم أكيد في فرق كتير كبير ما بين احتراق غير تام بنسميه الاحتراق الجزئي للأرجيلة اللي هو هباب الفحم بينتج عنه هون نفس الشيء احتراق لكن كتير ضعيف بنسبة كتير أقل القصة اللي بدي أحكيها كتير من الدراسات اللي طلعت من منظمات عالمية ومراكز صحية إنه السجائر الإلكترونية والأرجيلة الإلكترونية سببت لشريحة من الناس أكياس مي بالرئتين هاي الناس يمكن ما كتير بتعرفها أو للأسف ما كتير منتشرة لأنه من مصلحة يمكن الشركات العالمية تخبي هيك دراسات وبنرجع منقول أي عملية احتراق أي عملية استنشاق عم أخذها أنا فيها نيكوتين أو قطران أكيد هي ضارة على الجسم يمكن حكيتي بالختام معلومات جدا مهمة براءة حداد الكيميائية نتشكرك على وجودك معنا نتمنى من الكل يلتزم بهي النصائح خصوصا الأهالي اللي بيعرضوا يمكن أطفالهم للتدخين من عمر صغير حرام يجب الالتزام صحيا ببعض الإجراءات ما أدران تستغني عنها لكن يعني بعيد شوي عن الأهل والأحبة شكرا كثير لك شكرا لكم شكرا لك شكرا لوجودك شكرا لكم